مساء الخير نكسيل بن علي بن محمد بريك القرطاجني الأمازيغي من منفى الباريس المؤقت، وأحييكم ويشد على يديكم كالعادة. أنا نحب نتشمت في الناس اللي تسبت كلها في الكتاب الأسود كسواد عقلية وحضارة الكرب بتاع قرد اليمن الأصيل والمؤصل المنصف المرزوقي، لا محمد منصف المرزوقي. توكي عشت معه في باريس، عشت معه في تونس، ما تعرفوش مجنون معتوه وساقط ومنتهى. الناس اللي تمجد له في الركاب نتاعه وكل شيء، ومنصف ديمقراطي ومنصف ميشولا مثقف ومنصف مناضل، انا قلت عليه منصف تكوك من قبل ما يوسف رئيس، قبل ما يقدم جمله الانتخابات قلت لكم راهو ساقط ومعتوه وما سقطش منه، وسميته هو وقتها وحمل همامي ريا وسكينه، خاطرهم قاعدين يعملوا في البيبا لاي الحبر الاعظم راجل الغنوشي وقت يخدموا له في الخدمه ببهامه، ولو انه المرزوقي وما في باله بالقضيه وباش يولي هو رئيس. ما عليناش، حقكم فضحتوه المنصف المرزوقي قبل ما يولي رئيس، قلت له حكاياته كيفاش مهبور وكيفاش يداوي وكيفاش ساقط مع كل الاصدقاء والمناضلين اللي كانوا معاه هنا، سوقت معاهم جملية ما خلاش واحد منهم ما بلوش على قدره ولا ما عملوش عملة خايبة. السيد هدايا الكتاب الأسود نتاعو هو كتاب أسود للشعب التونسي الكل، معناتها لأنه الناس الكل تو شادة في المرزوق اللي تعرفوه ما عنده حتى صلاحية وما عنده حتى تأثير لا قريب لا بعيد على الوضعية في البلاد، شادين فيه ناسين النهضة. النهضة تخدم بالمرزوق كالبو دي شابمون ولا كالفيزيبل، كما قاعده تخدم بالمعارضه. كل ما تصير ذبيحه ولا قتلان روح ولا تراجع مش ولا تكتيكي للنهضه في قرار اخذته وتوافقت مع عليه مع الاخرين، كل ما المعارضه تجي تتيح للتفاوض واللجان المشتركه واللجان تاع تحقيق في العنف ضد حد عم توصل الشغل ما جابت حد شيء، لجان الرش ما جابت حد شيء، لجان مذهب الراس نتاع بوكم الكلب ما جابت حد شيء، المفاوضات المكوكيه الطويله والقصيره اللي تدخل فيها من شولاه القريب والبعيد والعدو والحبيب ودولات تونس من شولاه كي لبنان عام 78 باش عملوا للطائف اربعه للطائف مليون ونمشيو عندهم غاديكا في الحج من شولاه نصحوا عندهم على وثيقه الاستسلام الثانيه تاريخيا للعربان المجرمين بعد فتح تونس ولا غزوها واحتلالها من قبل هؤلاء الحفاة العراة الجياع المتطاولون في البنيان. وهذه مش من علامات الساعة، هذه من علامات تخاذل هذه الشعوب التي احتلت من قبل العرب، وخاصة الشعب الأمازيغي الحر الأبي اللي هو متخاذل وناس يروحوا وناس اللي هو حنطوه العرب وردوه من شلال جثة هامدة في وسط ساركوفاج نعش مش ولا عربي ممسخ لكنه مزركش بالذهب وبالصور القرآنية الجميلة الساحرة وبالنفط المتلون بدماء شعبنا في ليبيا وشعبنا في الجزائر وشعبنا في سوريا والعراق ومذهب الرقص بتاع بكم الكلب، ولو أن العراق ماهوش شعبي لكنه شعب صديق ومحترم ومن أرقى شعوب الأرض. نحن لسنا بالعرب، نحن أمازيغ. نرجع للحديث نتاعنا تو، شديني في المرزوقي وجماعة الترجي بن شولا عملوا ثورة على المرزوقي. ليه يا سيدي؟ ليش تعملوا ثورة على المرزوقي؟ تحسبوا في تخلع الواحد مهبول؟ تعملوا ثورة على راجل الغنوشي اللي حط لكم المرزوقي اللي سبكم واللي كيما سب السوحلية وكيما باش يسب رواد سخرين باش تدخل بعضها بن شولا البلاد في الشعبانية ولا القعبانية ولا سميوها. الشعوب المتخلفة كيرميوها بن شولا ويوريوها القمرة يغزو للصباح. العدو الرئيسي والمركزي والوحيد في تاريخ تونس هم العرب المجرمون، ورأسهم المتمثل في راشد الخريجي المجرم قبع الشعب وجهه والتاريخ وأمه. سلام على شعبنا وإن لثورة حتى النصر، هذا روح شعب تونس وقائدها الأبي المعزز المكرم من قبل الشباب الأوحد الوحيد الذي سيقهر العربان المجرمين من تونس. وأنا عندي على الأقل 10,000 واحد مستعدين أنهم يقفوا راية قلبا وقالبا، ما حشتيش 100,000 تحارب.